حبايبي الحلوين، برحب بيكم وحلقة جديدة وحدوتة جديدة. النهاردة هنتعلم صفة مهمة جدا في كل الأولاد والبنات المسيحيين. كتير قوي مننا لما حد بيغلط فيه بيبقى صعب عليه قوي ان هو يسامح، لكن النهاردة هنتعلم ان الغفران صفة مهمة جدا في صفات كل الأولاد والبنات المسيحيين. انا عارفة انه بيكون صعب في بعض الأوقات، لكن ما ينفعش اطلب من ربنا يسامحني وانا مش قادرة اسامح مين؟ زمايلي واصحابي. تعالوا بينا نسمع الحدوتة. النهاردة يا ولاد هحكي لكم حكاية ساندي. ساندي بنوتة زي السكر، دايما بتلعب ودايما متألقة ودايما فرحانة وابتسامتها جميلة جدا. في يوم من الأيام ساندي أخدت العجلة بتاعتها ونزلت عشان تلعب مع أصحابها، بس وهي سايقة العجلة وبتتحرك سمعت صوت غريب كده من وراها. بتبص ورا لقت في عربية جاية من بعيد بسرعة جدا. ساندي توترت، ما كانتش عارفة تتصرف ازاي. جت تخش يمين لقت العربية داخلة يمين. في لحظات ما حستش بحاجة، في لحظات العربية اللي جاية بسرعة قوي خبطت ساندي وقلبتها بالعجلة بتاعتها. ساندي وقعت على الأرض وكانت منهارة وبتعيط ومش عارفة ازاي ده حصل. انا جيت على جنب بس هو اللي ما جيش، وقعدت تتكلم مع الناس اللي حواليها في الشارع. انا اللي جيت على جنب بس هو ما اخدش باله، هو اللي طلع على رصيف. انا مش عارفة اعمل ايه. يا ايدي، ايدي بتوجعني، انا عايزة بابا، انا عايزة ماما. وساندي وقعت على الارض وكانت عمالة تعيط ومتألمة جدا. طبعا الجيران اتلموا حواليها ونادوا بابا وماما واخدوا ساندي على المستشفى بسرعة. وللأسف يا ولاد ساندي في اليوم دوت كانت متألمة جدا جدا جدا. كانت متألمة من حاجتين، متألمة عشان دراعها اتكسر واضطروا ان هم يحطوه في الجبس، ودي كانت أول مرة تحصل لساندي، وكانت زعلانة جدا وإيديها كلها بتوجعها وزعلانة من منظر إيديها وهي محطوطة في الجبس. بس الشيء اللي كان مضايقها أكتر، إزاي الراجل اللي كان سايق العربية ده يسوق العربية وما يمشيش في الطريق الأساسي بتاعه ويمشي في الطريق اللي هو مش بتاعه والناس اللي بتمشي فيه على الأرض، ويخبط ساندي وهي راكبة العجلة بتاعتها. كانت زعلانة جدا ومتضايقة قوي ومش فاهمة إزاي الراجل اللي بيسوق العربية ما يكونش بيعرف يسوق كويس ويخبطها بالمنظر ده. ساندي قعدت فترة يا ولاد متألمة جدا، والألم النفسي بتاعها كان أكبر بكتير جدا من الألم الجسدي. لغاية ما في يوم بابا قال لها على فكرة يا ساندي، البوليس مسك السواق بتاع العربية اللي خبطك بيها. ساندي انبسطت جدا وقالت أخيرا الراجل ده لازم يدخل السجن، الراجل ده لازم ياخد عقاب شديد جدا عشان هو خبطني وهو كان ماشي غلط وبسببه أنا إيديا محطوطة في الجبس لغاية النهاردة. فبابا قال لها إيه ده يا ساندي، أنا زعلان إن أنت بتفكري بالطريقة دي، حتى لو الراجل غلط المفروض إن أنت إيه تسامحيه. قالت لا يا بابا، أنا ما أقدرش أسامحه، ده هو خبطني وكسر إيدي كمان، شايف دراعي محطوطة إزاي في الجبس. قال لها برضو يا ساندي، حتى لو كان هو غلطان انت من واجبك كبنت مسيحيه ان انت تغفري له. قالت له لا يا بابا، انا مش هقدر اغفر له، هو لازم يتعاقب ولازم يدخل السجن ولازم ياخد جزائه. قام بابا قال لها بص يا ساندي، لازم اشرح لك حاجه مهمه قوي. ان هو ياخد العقاب ويدخل السجن، الحاجه دي مهمه الحكومه بتاعتنا. الحكومه بتاعتنا والبوليس مسؤولين على ان هم يدوا له العقاب بتاعه، لكن انت مسؤوله على ان انت لازم تغفري له منين؟ من جوه قلبك. قال لها بص يا ساندي، انا هقول لك على حاجه مهمه. احنا اتكلمنا مع الراجل السواق، وانا اتقابلت معاه انا وماما واتكلمنا معاه هو ومراته، وهو شخص مؤمن وشخص كويس جدا، بس هو عمل حاجه غلط في اليوم دوت. تحبي تقابليه وتتعرفي عليه بنفسك؟ ساندي فكرت كده وقالت اعتقد يا بابا ان انا عايزه اشوفه، واعتقد ان انا احب اقابله بنفسي. وفعلا يا اولاد بابا وماما رتبوا المقابلة ديت ما بين ساندي وما بين الراجل السواق اللي خبطها وما بين مراته. وأول ما ساندي شافته أول حاجة عملتها كانت إيه؟ إن هي بكت بالدموع، بكت وكانت زعلانة جدا. عارفين ليه يا ولاد؟ لأن هي كان صعبان عليها نفسها جدا.
كانت متضايقة قوي قوي قوي، وده شعور طبيعي. هي متألمة جدا وحاسة بان هي اتظلمت، فما كانتش قادرة تغفر من جواها. لكن بعد ما قعدت مع الراجل واتكلمت معاه وسمعته هو ومراته، في حاجة غريبة جدا حصلت. ساندي قالت لمرات الراجل دوت انه انا سامحتك وسامحت جوزك، بس عارفة ليه؟ علشان قبل ما انتوا تدخلوا عليا الأوضة أنا صليت وطلبت من ربنا قوة، لغاية امبارح أنا ما كنتش قادرة أسامح جوزك، بس أنا النهاردة لما طلبت من ربنا قوة هو اداني قوة، وأنا النهاردة مش زعلانة ومش متضايقة خالص منه وغفرت له، وأنا مبسوطة جدا إن أنا شفتكم واتقابلت معاكم، لأن أنا النهاردة قادرة إن أنا أتغلب على الشعور اللي جوايا. وحصلت حاجة حلوة قوي يا أولاد، تعرفوا إيه اللي حصل؟ إن مرات الراجل دوت أخدت ساندي في حضنها وقالت لها يا ساندي أنا عايزة أشكرك جدا، لأن أنت النهاردة اديتينا راحة كبيرة جدا، غفرانك لينا أنا وجوزي ادانا إحنا كمان فرح كبير قوي، والنهاردة بعد ما تعرفنا عليكي أنت وباباكي ومامتك اتأكدنا فعلا إن الغفران ده مش شيء غريب، إنما أولاد ربنا فعلا بيقدروا يتقبلوا الأخطاء بتاعة الآخرين ويغفروا لهم. لازم تعرفوا يا أولاد إن كل خطية بنعملها بتأثر في الآخرين. اسألوني إزاي كده؟ أقول لكم إزاي. الراجل سواق التاكسي دوت كان في اليوم دوت شرب بعض الخمرة، حاجة كده صغيرة قوي افتكر إن هي عادية، وافتكر إن هو لما يشرب خمرة مش هيأثر على الآخرين، دي حاجة شخصية دي بتاعته هو. بس للأسف اليوم دوت هو خبط ساندي بالعربية. عشان كده في بعض الأوقات إحنا بنفتكر إن الخطية اللي بنعملها ممكن تأثر فينا إحنا بس، لكن لازم تعرفوا إن كل خطية بتأثر فيا وفي الآخرين. يعني مثلا ما بنجش في الامتحان إحنا ما بنمثلش الرب يسوع بطريقة كويسة، لما بنشتم، لما بنتريق على أصحابنا، لما بنعلي صوتنا على بابا وماما في البيت، لما ما نعملش الواجب بتاعنا، كل دي يا أولاد خطايا مش بس بتأثر علينا إحنا، بتأثر على المجتمع اللي إحنا عايشين فيه كمان. يعني لما تغش في الامتحان صحابك اللي هيشوفوك بيغشوا أكيد هيقولوا وأنا كمان هغش، شمعنا فلان، شمعنا ده غش وجاب درجات كويسة. يبقى أنت مش بتمثل الرب يسوع، أنت مش بتمجد الله في حياتك. افتكروا دايما أن كل خطية مش بس بتأثر علينا إحنا، لكن بتأثر على الآخرين كمان. عشان كده الكتاب المقدس بيقول محتملين بعضكم بعضا، مسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. لو ما كانتش ساندي تغلبت على الإحساس الصعب قوي اللي جواها دي، وما كانتش غفرت للسواق ولمراته، ما كانوش السواق ومراته هيعرفوا فعلا أن الغفران دي صفة أساسية من صفات المؤمنين. كانوا هيفضلوا عايشين إحساس بالذنب، كانوا هيفضلوا عايشين زعلانين ومتضايقين. لكن ساندي لما غفرت هي ارتاحت، هي كانت مبسوطة، وفي اليوم ده نامت فرحانة. وفي نفس الوقت لما ساندي غفرت ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الراجل السواق ومراته هما كمان ارتاحوا. عشان كده الغفران ليه ميزة في الطرفين، في الشخص اللي بنسيء اليه وشخصي انا كمان، احنا الاتنين بنرتاح وبننبسط. عشان كده يا اولاد بشجعكم قوي النهارده انه لو انت مزعل اي حد روح اعتذر له، روح قول له انا اسف، اطلب منه الغفران. ولو حد جه طلب منك انك تسامحه سامحه، وسامحه من قلبك كمان، سامحه بفرح، لان دي حاجة عايزة قوة. الغفران ده مش سهل أبدا. عشان كده النهاردة تعالوا نرنم ونقول اديني يا رب قوة جوة في قلبي علشان أسامح كل الناس، عشان أغفر لكل الناس. مش سهل أبدا أن أنا أغفر للناس اللي حواليا، مش سهل أنه حد يخبطني بالعربية وأشوف دراعي متجبس، مش سهل أن أنا أكون متألم جدا بسبب أخطاء الآخرين. لكن حلو قوي أن أنا أطلب قوة. لما بطلب قوة من ربنا وربنا بيديني القوة ديت أنا بشعر بالسعادة، بشعر بالفرح، بشعر بالأمان، بشعر بأنه ربنا مديني بركة حلوة قوي الآخرين ممكن يكونوا مفتقدينها. عشان كده يا أولاد بشجعكم النهاردة لو حد جه طلب منك الغفران اوعى تقوله لا أنت غلطان وأنت عملت وأنت عملت وأنت عملت، سامحه، اغفر له تماما وانسى، لأنه الله لما بيغفر بيرمي الخطية بتاعتنا فين؟ في بحر النسيان ولا يعود يذكرها أبدا. زي ما إحنا عايزين ربنا يعمل فينا لازم إحنا كمان نعمل للآخرين. وافتكروا أن الموضوع ده مش سهل،
الغفران دي سمة الأقوياء، الناس الأقوياء هم بس اللي بيغفروا، الناس اللي عندهم قوة من الرب يسوع هم اللي بيغفروا. عشان كده تعالوا بينا نرنم ونقول له أنا عندي قوة في قلبي جوه، أقدر أحب كل الناس علشان أنا زي يسوع اللي منحني الخلاص، عندي قوة غفران، أقدر أسامح حتى مين الغلطان. تعالوا نسمع الترنيمة سوا. أنا عندي قوة في قلبي جوه، وانسى كل غلط في حقي واتمنى يبقى فرحان. انا عندي قوة في قلبي جوه، اقدر احب كل الناس علشان ابقى زي يسوع اللي منحني الخلاص. يعني ايه تنسى وتسامح وتحب كل الناس؟ يسوع ادالي قلب ابيض جديد وابتدى يعلمني ازاي احب واحب كل الناس كمان. يعني لما الرب يسوع يديني قلب ابيض جديد هقدر احب كل الناس اللي منحني الخلاص. عندي كمان قوة غفران، اقدر اسامح الغلطان وانسى كل غلط في حقي واتمنى يبقى فرحان. عندي قوة غفران، أقدر أسامح الغلطان. فعلا يا رب أنا بشكرك جدا لأنك بتكون معانا وإحنا محتاجين، بتكون مدينا قوة كبيرة قوي وإحنا ضعفاء. النهاردة يا أولاد عايزاكوا تعرفوا أن أنتوا كل واحد فيكوا عنده قوة كبيرة قوي، عنده قوة علشان يقدر يغفر ويقدر يسامح وما يفتكرش الحاجة الغلط أبدا اللي صاحبه عمله فيه أو اللي أخوه زعله منه. النهاردة عايزاكوا تتشجعوا أن أنتوا أي حد زعلان من حد يروح يعتذله وما يزلوش بالغلط اللي هو عمله، ما يفتكرش الحاجة اللي هو عملها تاني، لأن بعد ما بغفر ما بفتكرش اللي صاحبي عمله، بعد ما بغفر بنسى تماما كل حاجة عملها. البنات دايما مع بعض بيفضلوا إيه؟ يتكلموا كلمات حلوة قوي، صاحبتي وقالت لي وجابت لي ومش عارفة إيه. البنات بتعرف تغفر بسرعة جدا، بس أنا متأكدة إنه حتى الأولاد بيعرفوا يغفروا بسرعة كمان. النهاردة يا أولاد بشجعكم إنكم تصلوا، تطلبوا من ربنا قوة كبيرة قوي، تطلبوا من ربنا إنه يساعدكم علشان تغفروا لبعض وتكبروا وانتوا متميزين جدا بالصفة الحلوة دي. وافتكروا ان دي مش صفة الضعفاء لكن دي صفة الأقوياء. كل شخص قوي مؤمن هو اللي يقدر يغفر لصاحبه أو يغفر لأخوه ولأخته. وافتكروا دايما ان كل خطية احنا بنعملها مش بتأثر علينا بس لكن بتأثر على اللي حوالينا كمان. عشان كده بصلي النهاردة ان ربنا يساعدنا ان احنا يكون عندنا قوة نتغلب على كل الضعفات اللي فينا ونتغلب كمان على اي ضعف في الآخرين، بان احنا نكون شهود للرب يسوع بطريقة حلوة قدامهم. أنا مبسوطة أن أنا كنت معاكم النهاردة، أتمنى أن أنتوا تيجوا بكرة في نفس الميعاد علشان نسمع حدوتة جديدة.